عملت دولة الإمارات على تنويع مصادرها الاقتصادية في مختلف القطاعات، خصوصا في مجال الطاقة بمختلف جوانبها، لتكون أكثر استدامة ومرونة، فوسعت استثماراتها بقطاعات الطاقة المتجددة. كما تم اعتماد استراتيجية الإمارات 2050 للحياد الكربوني لنحتل موقعا عالميا متقدما في تعزيز أمن الطاقة ودعم العمل المناخي العالمي. تفاصيل أكثر في هذا التقرير فلنتابع. أشواط كبيرة حققتها الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، فعام 2022 هو عام التعافي الاقتصادي من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وفقا لصندوق النقد الدولي، متوقعا نمو اقتصاد البلاد في نسبة تتجاوز 5%. أسباب التعافي الاقتصادي تعود إلى التغييرات الهيكلية المتلاحقة التي أجرتها الحكومة على آليات تسيير اقتصادها، وذلك في ظل سعيها المستمر إلى تنويع اقتصادها والاعتماد على القطاعات غير النفطية في تعزيز النمو من خلال سياساتها القائمة على الانتقال إلى اقتصاد معرفي أساسه الابتكار والتكنولوجيا والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ليصبح اقتصاداً أكثر استدامة وكفاءة ومرونة ودائرية. أرقام وإنجازات كبيرة تحققت على طريق الرؤية المئوية عام 2071 كي تكون الإمارات أفضل دولة في العالم، فهي تقوم بدور كبير على مستوى العالم في مكافحة التغير المناخي باستثمارات تجاوزت 600 مليار درهم في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة حتى عام 2050، بهدف ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية. وفي سبيل تحقيق هذه المساعي وقعت الدولة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة في كلا البلدين ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035. البلاد ستكون على موعد العام القادم لاستضافة قمة المناخ كوب 28 في مدينة إكسبو دبي لبحث سبل مواجهة التغير المناخي ووضع استراتيجيات للحد من خطر الانبعاثات الكربونية ومساعدة الدول النامية والأكثر فقرا في تحقيق ذلك. المستقبل الذي تعمل عليه قيادة الدولة هو أن تكون الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والإبداع ونموذجاً حضرياً متميزاً يقوم على اقتصاد أخضر ومستدام.